جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. رؤية المرأة لشعر أختها أو لقدمها أو لكفيها أثناء الصلاة، هل يؤثر على صلاة المصلية؟ نعم، المرأة كلها عورة في الصلاة، ولو لم يكن عندها أحد أو كان عندها نساء كلها عورة، فإذا انكشف شيء غير وجهها وهي متعمدة كشفته متعمدة فإن صلاتها تكون باطلة.